سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم لاباس وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديده، غبرت بزاف بزاف بزاف. كنت حطيت واحد لافوتو في انستغرام، قلت لكم غادي ندير لكم واحد لا فيديو على قبل واحد الكيك، وكاع الناس كتبوا في لي كومونتير وي بغيناه وي بغيناه. اليوم ما شاء الله غادي نحط لكم هذا لا فيديو. هذا الفيديو ان شاء الله اون كولابوراسيون مع سويت ويت كيك عثمان، اللي كيصايب لي كيك عندنا في اكادير، هو اللي غادي يدير معايا التجربه هذه، وبغيت نشاركها معكم باش نستافدوا كاملين ونعرفوا كيفاش كتصايبها، كيفاش كيتصايب هذا الكيك امريكان، كيفاش شنو هما المراحل اللي كيدوز منهم، اشنو هما لي برودوي اللي كنستعملوهم، وكل شيء. خليكم معايا. كما قلت لكم هذا لا فيديو ديال اليوم اون كولابوراسيون مع عثمان سويت ويت كيك، كتعرفوه كاملين الناس ديال اكادير، وحتى الناس اللي ماشي في اكادير راه كيعرفوه. تبارك الله راه معروف انستغرام ديالو، كيدير خدمه ليا زوينه. غنخلي لكم انستغرام ديالو في لا باغ دافو، الا احتاجيتو شي حلوه في شي مناسبه، عندكم شي حاجه، راه تبارك الله كيدير لك شي واعر واعر. ها هو عثمان، خليكم يهضر معكم ويقدم لكم راسو. مرحبا بكم. مرحبا بك اختي سعاد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا دي تكنيك اللي كنتو كتسولوني، سواء عندي كتسولوني انا ولا كتسولوا سعاد ملي كتكون درت معايا شي فيديو. ان شاء الله غادي نحاول نقدم لكم شي حوايج اللي تقدروا تبداو بهم نتوما تصاوبوا اول كاطو ديالكم، ومن الحوايج اللي كتصايبوا كيك اللي هو زوين في المناسبات ديالكم، يعني تقدروا تصايبوه في الدار، وكتحتاجوا يعني مكونات اللي هي بسيطه، ماشي شي حاجه، غير هو كيبغي شويه ديال يعني تعلموا شويه معنا شويه ديال التقنيات اللي غادي يعلمهم لينا اليوم عثمان كاملين. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا، واذا كنتو لقيتوا شي مشكل ولا شي حاجه تقدروا انكم تعاودوا تطرحوا لنا اسئله ديالكم صوف لي كومونتير سؤال عند سعاد، باش نقدروا نجاوبكم عليهم في دي فيديو جايين ان شاء الله. المهم بالنسبه للناس اللي جداد عندي كنقول لكم مرحبا بكم في القناه، وبالنسبه للناس اللي قدام القناه ديالكم هذه مرحبا بكم دائما. ما تنساوش تبارطاجيو هذه القناه باش تكبروا ونوليو عائله وحده، وتخليوا لي لي كومونتير ان شاء الله مين سالي هذا الفيديو، وقولوا لي كيفاش جاكم، ولا عندكم شي تساؤلات خليهم لي. غادي نبداو على بركه الله في تحضير الكيك ديالنا. غنبان لكم ديجا بديت كنهرس في البيض. المهم في هذه الوصفه ديالنا غادي نحتاجو 12 بيضه، كنهرس وحده مورا وحده، وكنعاد كنحطهم في الباسينه ديال العجانه، باش حتى الا كانت عندنا شي بيضه خاسره ما تخسرش لنا المجموع كامل، يعني وحده بوحده. هذه غير طريقه بغيت نقولها لكم، يعني باش تحتفظوا بها طريقه اللي هي مزيانه. غادي نحتاجو 280 غرام ديال السكر، واحد 42 غرام ديال البيكسو، وواحد 280 غرام ديال الدقيق الفورس، نخلطو معاه واحد الخماره، كنحطو كلشي في العجينه ديالنا، وكنخليوها هكا تدور. غادي نوريكم يعني الشكل اللي خصكم تحصلوا عليه. المهم كنخليو العجينه كطحن لينا على يعني طريقه يعني متوسطه، بشويه بشويه عاد كنزيدو السرعه ديالها حتى كنحصلوا على داك الخليط اللي حنا بغيناه، كيجي بيض بزاف كيبان. على حسب شنو بغيتو، المهم حنا كنديروا له هذه الطريقه باش نقطعوا من بعد على شكل دوائر، حيت كتحط وحده من فوق وحده، وكنخليوه كنحطوه في الفرن حتى كيطيب، وكيخرج لنا على هذا الشكل هذا، يعني ما كيطيبش بزاف، ما نخليوه حتى يقصح. كناخذوا لاكريم ديالنا كريم او بوغ، ديجا واجده عند عثمان في لاتوليي. من بعد ان شاء الله غادي نعطيكم الوصفه ديال هاد لاكريم هادي بوحدها، غادي يديرها معنا عثمان، وغادي نبداو في الطريقه ديال المونتاج ديال الكيك ديالنا اللي غادي نديروا ليه يعني هاد لاكريم. نوريكم دابا كيفاش كنشدوا الكيك ديالنا، كنحطوه بحال هكا اللي كنا ديجا قطعنا دوائر، كندهنوه بشويه ديال السيرو ديال الفاني، من بعد كنزيدو عليه هاد شويه ديال لاكريم، كنقادوها مزيان، يعني في الاول خصنا نديرو بزاف ديال لاكريم في هاد الطبقه هادي باش تشد. من بعد كنديرو هاد الكروستيون كروكون اللي هو مصاوب من الشوكولا نوار والفويتين والبرانيني نوازيت، المهم كنديرو نفس الطريقه تبقى مورا تبقى. كيمشيو معنا دابا سالينا المرحله ديال الكيك اللي شفتوه معنا، صايبناه قديناه، ومهم دابا درناه باش يتحط في الثلاجه ياك عثمان، ما يشرح لكم دابا ملي سالينا المونتاج ديال الكاطو، يعني مونطينا البسكويت بلا كريم ديالو.
غادي نحطوه في الكونجيلاتور باش نخلوه واحد شويه تشد فراسو ديك لاكريم تشد فراسها ما نخليوش يتكونجلا شحال تقريبا جويه تقريبا 40 دقيقه ساعه بحال هكاك بحال هكاك وكنخرجوه ملي كنخرجوه كنعاودو نفينيوه من الجناب حيت كيكون الكاطو في شويه نديكالي هكا لي بيسكويت ديكالي ما بدياتو ومن الفوق حتى هو كنعاودو نلسيوه بالسباتولا لاكريم بحال هكا نلسيو من الفوق من الجناب بحال هكا باش نفينيوه مزيان الكاطو اللي غيقدر اللي يخلينا يعطينو من الجناب يكون ليس ومن الفوق حتى يكون ليس باش نقدروا نكوفريو ديك هي عثمان غادي نقطعك هنا بالنسبه للناس كيما شفتوا معنا خدمنا واحد لاكريم بوغ درناها لهذاك الكيك ديجا كانت عندهم في لاتولي واجده مع كتشد الوقت بزاف داكشي علاش ما قدرناش نخدموها معكم وتشوفوا الطريقه باش كيخدمها غادي يدير لكم عثمان فيديو خاص عليها ليكم باش يوريكم الطريقه باش كتصاوب وكيفاش كتصاوب باش نتوما تقدروا تخدموها في الدار ديالكم وتديروا بها الكيك ديالكم ان شاء الله غير بليزير. المهم دابا غادي نخليكم مع المرحله الثانيه اللي هي ديال الكوفراج وكيجي من وراها الفينيسيون. هنا خصكم ما تزبوش ديال بصح خصكم تحضوا معنا مزيان مزيان باش تعرفوا كيفاش كتخدم لاباطاسيو كيفاش تقدروا تصيبوا فيها مجسمات ولا مناف المهم اشكال اللي غادي تقدروا تزوقوا بهم الكيك ديالكم وكيفاش تقدروا تكوفريو بها هذاك الكاطو ديالكم. المهم خليكم معنا هنايا مزيان وطرقوا عينيكم مزيان. اسمعي على جوج هلك غطي لوس ديالها ما راه عندي لي يدين ديال البركه نشوف هيك طيب دابا دي بلا ما قالش نها لا صافي طلقت عليك الا طلقتيها بزاف عاوتاني غترخى غترخى ما تبقاش شاده في راسك خدي شويه القيس اللي غادي يكون ديال الراس ياك نشوفين على هكا الا كتلصق لك في يديك قيس هكا شي مزيان حاول تكون الكره مقاده كره مزيان فوالا ما تغطاش ماشي بلاصه ما فيهاش شي تشقيقه نصوبو هنايا ديال المكان مصوبو عندو كحل دابا انت ما وريتينيش اصلا ضغطي هنا هكا شويه هي بحال هكا يديك هنا تحت الشا يديك هنا باش ميبقاش شنو نقدر نحط هنا اليدين ورجلين ورجلين كتنتي يديك اليدين غيكونو بحال هكا هكا ورجلين حتى هكا مصداش راسي انا مع داكشي لي طويل بزاف نركز غير على هاد شويه باش ميعيطوش راسي معاك ماشي لا قد 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 اليدين اليدين قد قد ورجلين حتى هما قد قد رجلين فين غيكونو صغار من اليدين دابا غيكونو اليدين ياك نصغريهم شويه حتى طوال شوف نقصيهم شويه معايا رجلين هما لي تحت صغيرين خلينا بعيد باش منقلبوهش بيتينا هانتي ما تفرسيش بقيت دوري هذا دوري دوري حتى يوصل لحلا هانتي لاباط غي شديها باش ما تفجغيهاش هانتي باش تا يوصل لفوق لبرا تي خرج لبرا بحال هكا نعاود نقادها بحال هكا شويه باش توسع تولي تطلق ما تبركيش لا ما تنبركش صغير ياك خليتها بنفس الطريقه شد حاول تشدها ما تحركش فوالا خدمي شويه داك القياس اللي غادي هنا يجي ليها بحال هكا بحال هكا جمعي هادو هنايا جمعيهم نجيبها هنا نلصقها هنا ونلصق الثانية هنا ونضغط الوسط باش شوفي الماء شوفي معايا منين غادي يدوز شوفي معايا كدور علاش كتخرج جات العنق
ديري البصل ديري البصل ديري الداخل معاك وي ضربني يديك هذاك هنا هي الطويل هذا كبير خليك كامل تعلم كبار شوفي من هنا نضرب هنا ونضغط في الجنب نضغطي هنا وتجميع من الجنب شوف صباعي غادي من الطرف للطرف معاها كاملة باش ميجينيش شي بصل رقيق شي بصل غادي نمشيو من هنا نكفيو من النمرة لتحت تكون بحال هكا شوية هي هادي خمي عليا الصباط فين غيكونو هنا ماشي هنا حاولي تشدي من العود ما تقصيش لا طاح مكنقصيهاش دير العود بجوج باش ميدخلش لي صايب جولدي غوص ما ترققهاش بزاف ياك سيني ما خدتش عليك Thank you.
هنا غادي يكونوا سالينا هاد الفيديو هادي، كنتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا معنا، يعني ماكسيموم بوسيبل تكونوا استفدتوا هادشي اللي كنتمناه. كنشكروا عثمان بزاف على هاد التجربه اللي عطاني بعدا انا اولا، ويعني تعلمت منه شي حويجات اللي هما زوينين، وكنشكروه باسمي وباسمكم كاملين، كنشكروا على هاد التجربه اللي عطانا وخلانا ندخلوا عندو لاتولي ديالو ونخدموا معاه ونشوفوا كيفاش كيخدم ونعرفوا لي برودوي كيفاش كيخدم، يعني كيفاش كيخدم بهم. وكتسبنا من واحد التجربه اللي هي زوينه ودوزنا واحد الوقيته اللي زوينه. كنشكرك عثمان، نخليك تهضر مع مرحبا بك في السعاده ان شاء الله، مرحبا بك في اي وقت ان شاء الله، ونتمنى انك تكوني استفدتي ولو غير شويه، وحتى المتتبعين ديالك ان شاء الله نتمنى انهم من مورا ما يشوفوا الفيديو حتى هما يحاولوا انهم يجربوا، وان شاء الله راه غادي ملي غادي يحاولوا يجربوا راه يتوفقوا ان شاء الله، وحاولوا تشاركوا معنا التجربه اللي غادي ديروا ان شاء الله. وكنتمنوا من عثمان ما يكونش هذا اخر فيديو يديروا معنا، طلبوا في لي كومونتير قولوا ليه شنو الحوايج اللي بغيتي يوريوهم لكم باش يبقى يدير لنا دي فيديو بحال هكا، وحتى هو يحل القناه ديالو باش يبقى يعلمكم لي زاستيس اللي هما يعني بسيطين اللي تقدروا تخدموا بهم، يكونوا ساهلين يعني دي زوبسيون اللي هما زوينين وما يكونوش صعاب عليكم، تقدروا تستخدموهم في الدار ديالكم. المهم ما تنساوش تخليوا لي دي كومونتير او تخليوا لي يعني لي جيم ديالكم، وكنشكركم بزاف. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.